من قلب ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأمم المتحدة ستكثف عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية قبل حلول فصل الشتاء. غوتيريش ومن خلال مؤتمر صحفي في الميناء الأوكراني قال: لا يزال هنالك الكثير الذي يتعين علينا القيام به من أجل ضمان التوصل بلدان العالم بالمنتجات الغذائية الأوكرانية والأسمدة الروسية بعد اتفاق لتصدير المواد الغذائية التي توسطت فيه الأمم المتحدة. الأمين العام للأمم المتحدة أضاف: سنفعل كل ما في وسعنا لتكثيف عملياتنا بهدف مواجهة صعوبات الشتاء المقبل. هذه الزيارة التي وقعها أنطونيو إلى ميناء أوديسا الأوكرانية تأتي بعد يوم واحد من اللقاء الثلاثي الرامي إلى وجود حل للأزمة الروسية الأوكرانية، والذي جمعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأوكراني فلوديمير زيلينسكي في لافيف.